Make
هي قاطرة تكون أنتم يا صناع الحياة. فالحقيقة
يعكس شيء رائع، يعكس تعاون ثلاث مؤسسات مختلفة. شركة من الشركات الاقتصادية شركة فودافون حطت إيديها في مؤسسين مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني اللي هي صناع الحياة، حطت إيديهم وهما الاثنين مع المظلة الحكومية الداعمة التي ضاع فيها الدعم الإداري ووجود السيد المحافظ النهاردة ووجودنا في هذا المكان يعكس هذا المكان الأمر، وكذلك أن وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد كمال الدين مشكورا قد أعطانا الإمكانية أن نتحرك في المدارس ليتم فيها التعليم في الفترات المسائية. كل هذه السلاسل هذه اللي اشتغلوا مع بعضها فودافون مع صناع الحياة مع الجهات الحكومية تمثل، مش عايز اقول كلمه تحالف غير حقيقيه، انما تمثل الامل ان تتحرك هذه الثلاثيه مش بس في المشروع بتاعنا ولكن في مشروعات كثيره في الدوله. والله انا اعتقد انه لن نحدث نهضه حقيقيه الا لو البلد شركات دول تحركوا في مصر سويا. المجتمع المدني يده في يد الحكومه، يده في يد الشركات الاقتصاديه التي تدعو وتمول، يتحركوا الثلاثه سويا وننظروا في مصر نهضه غير من المخدرات. صناع الحياة ليست جديدة على التقدير،
صناع الحياه تعمل في فكره التنميه من 2004، لكن انا الاولان ان تتحرك لها الايدي لتبني لطريق النهضه بناء حقيقي مش كلام بشباب رائع من شباب مصر. فكان اول يد امتدت هي يد الميكروفون. احنا بنشكركم جدا يا استاذ حاتم الدولار. صناعة نهضة مصر. فأهلا بكم.
انقلب كثيرا لظروف عرفناها جميعا. كنا احد مشروعات مؤسسه بريطانيه اسمها رايت ستارت فاونديشن. فتحت لنا الابواب في بريطانيا حين اطلقت علينا الابواب في مصر. انشانا هناك رايت ستارت فاونديشن في عام 2003 في غرفه صغيره في مدينه بيرمنغهام، وسعينا نحو الانتماء الايجابي للمسلمين والعرب البريطانيين في المجتمع البريطاني. ودخلنا في مشروعات مع الشباب هناك. وفي عام 2006 واعلنا مبادئنا منذ اليوم الاول، مبادئ ثلاثه قمنا عليها منذ بدانا العمل ولا زلنا نتمسك بها الى الان. المبدا الاول هو تمكين الشباب كشريك رئيسي في صناعه النهضه. والمبدا الثاني هو مبدا التنميه الايمان. والمبدا الثالث هو التعايش وقبول الاخر. منذ اليوم الاول قلنا اننا نؤمن بالتعايش ونؤمن بقبول الاخر. وفي عام 2006 بعد ان اسسنا الاتحاد العالمي لصناع الحياه واجهنا ازمه الرسوم المسيئه في الدنمارك، فسافر وفد من صناع الحياه الى الدنمارك ليتحاور مع شباب الدنماركي حول وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم وحول حرية التعبير وكيف أننا يجب أن نجمع بين وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وبين حرية التعبير. إن صناع الحياة اليوم ينطلقون انطلاقة كبيرة بعد ثورة 25 يناير. ينطلقون لصناعة المشروعات الحقيقية، وأول هذه المشروعات وليس أخيرها إن شاء الله هو محو الأمنية. حينما نقول محو الأمنية لا نقول محو أمنية فرد أو فردين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة أو ألف أو مئة ألف، وإنما نحن نتكلم عن محو الأمنية من وجه مصر لتبقى براقة وتكون مستعدة مع شباب صناع الحياة للخطوات والقوات إن شاء الله من أجل الله. أهلاً بضيوفنا الأعزاء مرة أخرى، وأهلاً بكم يا صناع الحياة. السلام عليكم. وده كان تأمين الشراكة اللي إن شاء الله هتساعد إن مصر يبقى
فيها نهضة خطيرة في التعليم وفي معهد الرومية وتصح فيها الديمقراطية كمان إن شاء الله. السياسية، الحياة السياسية، ولا لا ذلك ما يجب.
تذكر أن وراءكم أصدقائي تأمين وآمن أن يأتي معكم لزيارة بلدي ودراسة فيها ولياتي شباب في بريطانيا أيضا يتعلم من خبرتكم في مصر ومن أخر قريب قوم ببلدكم. أشكركم. Thank you.
شوف ان شاء الله انتوا عملتوا ايه؟ العمل اللي عملته مبرور
دلوقتي استماره لسياده المحافظ عشان يسجل معاها عضويه في الجامعه.
حاجة تشرح صدري وتطمني. شاهد كده قدام ربنا، انا حاسب كل جهدي السنه دي متطوعا لا اريد لا اكمل ولا نال